السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا المرحلة الثانية إن شاء الله هنبتدي في المرحلة الثالثة من كورس الفونكس. هنتكلم عن البلندز اللي هي مزج حرفين، الدايجرافز مزج حرفين مركبين اللي هي مركبين يعني حروف مركبة، and trigraphs اللي هي مزج ثلاث حروف مع بعض. طيب تعالوا نشوف كده الحروف اللي احنا هنقراها دلوقتي. كل حرف منهم بيعمل لي مجموعة من الكلمات، زي حرف البي ال نيجي نقراه بيل، هنلاقي مجموعة كبيرة من الكلمات هناخدها بعد كده. بيل كيل فيل جيل بيل سيل بر كر در جر فر بر تر ست سن سب سم و سكا ك سي كي. هنا السي سايلنت مش هنقراها، نقرا الكي بس. ك ك زي كلمة باك ظهر أو أسود بلاك، بنقرا الكي على طول، السي مش هنقراها. حرف الاس اتش اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله اللي هو حرف ش، يعني حرف الاس الصوت بتاعه س مع الاتش الصوت بتاعه ح. عندي حرفين كل واحد فيهم ليه صوت لوحده، لما دمجناهم مع بعض عملنا لهم بلاند او دايجرافز عملوا لي ايه؟ عملوا لي صوت ثالث اللي هو ش ش. طيب سي اتش برضو سي ك والاتش ه اللي هو ه، لما دمجناهم مع بعض عملوا لي صوت ثالث اللي هو تش 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 اللي هو التاء مع الشين مع بعض تش. طيب ال W مع ال H عملوا لي صوت و و. هنا ال W لما بيجي وراها H مش بنقراها، زي كلمة what why اوكي، مش بنقرا هنا حرف ال H. طيب ال P H ال P H لما بيجوا مع بعض ورا بعض كده ندمجهم مع بعض بيعملوا لي ف، زي كلمة feel elephant ف ف، فجت هنا ايه حرف الف معانا او صوت الف. الاس سي سك سك ان جي نج نج، حتى الجي مش هتلاقوها واضحة قوي في كلمات الان جي. عندي كمان اي 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 ار ار اي اي او و او اي و R TH بقى ليه صوتين، يا إما هنقراه ث زي رقم 3 3، يا إما هنقراه ذال زي father mother brother زي كلمة ذا، فهنا ده له صوتين. أو all ال ال حرف ال لما بيجي وراه دبل ال أو ال واحدة يعني بنقراها أو أو، بنقولها all زي طويل tall زي كورة ball. طيب ال E L L برضو بنقول L L ill all and stir spur thir زي هنا three spell sure. تمام كده، دي الكلمات أو الحروف المركبة اللي هنعمل منها إن شاء الله مجموعات كبيرة قوي من الكلمات. فهنبتدي أول حاجة مع ال S H اللي هو الصوت بتاعه ش ش. يبقى هنا عندي بنقول S H words كلمات ال S H اللي بننطقها ش. beginning S H يعني في لو جت في بداية الكلمة، أو ending S H لو جت في نهاية الكلمة. تعال نشوف في بداية الكلمة زي كلمة ش up shop ش oot shoot sh ib shib sh out shout sh ot shot sh l shell sh ed shed sh art short sh ark shark sh ok shock sh arp sharp shelf shelf sh eat sheet
Shampoo, shampoo. Sheep, sheep. Shadow, shadow. Shot, shot. Shelter, shelter. دي كده الكلمات اللي فيها اس اتش في اول كلمه. طبعا في كلمات كتير جدا احنا خدنا جزء منهم. طب لو جت في الاندنج اس اتش، لو جت الاس اتش في الاخر نقراها ايه؟ اش اش، كاش كاش. نقول الجزء التاني، نقول الاتنين يعني مع بعض. دش دش، وش وش. داش داش، فش فش. كلاش كلاش، راديش راديش. كراش كراش، سيل فش سيل فش. فلاش فلاش، ريلش ريلش. سماش سماش، فانش فانش فانش. تراش تراش، فريش فريش. سبلاش سبلاش، فلش فلش. براش براش، كراش كراش. وبكده خلصنا الاس اتش النهارده. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هناخد سي اتش. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Chips, bench, lunch, ship, shape.